وين خليت الصورية في القرآن الكريم؟ موجودة في سورة بنقراها كثير في صلاتنا. ما سألت ليش؟ الله ذكر طول سنين، ذكر مكة، ثم ذكر الزيتون والتين. ما انتبهت عليها؟ الله عم بحكي عن شجرتين، عم بقسم. أقسم بالتين والزيتون، وأقسم بطول سيناء، وأقسم بمكة البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين.